فوزي جبل المحامي مدافع في قضية السياسيين المعتقلين يقول إن قضية ضخمة وخطيرة مثل التآمر على أمن الدولة تبنى على شهادة شخص محجوب الهوية، وهي شهادة كل كلامها مرسل وقائم على معلومات سماع من شخص آخر مجهول أصلا لا مشاهدة. لكن الأسوأ ليس حجب هويته أو تجرد الشهادة فقط، بل كون سماعه تم بعد إيقاف المعارضين. الشهادة هذه متاع المجهول سمعوه وقتاش؟ بعد ما تم إيقاف المعارضين ومداهمة منازلهم وافتكاك هواتفهم ومعرفة المراسلات السياسية العادية بينهم. يعني تعرف أن فلان صديق فلان وتبادلون النقاش السياسي اليومي الذي يحدث في المقاهي أو يقال في الإذاعات، ثم بعد ذلك تأتي شهادة سماع بينهم وبين مجموعة كبيرة أخرى من السياسيين في سيناريو لا دليل عليه مطلقا على مجرد جديته لا صحته. احنا ننقل رواية هيئة الدفاع، وعلاش الأصل فيه ثم نيابة عمومية هي تنور الرأي العام، هي تقول ثم وثمش، مش صامتة الآن ولا الميليشيات الفيسبوكية هي يعملون في التنوير كل لحظة الميليشيات الفيسبوكية خرجونا معلومة أو مشوقوا فلان أو هزوا فلتان أو قلزوا تران تعذهب أو كذا. هذا اللي يخلينا مش فاهمين. نسمعوا في الندوة الصحفية جاب الخاص الوطني الأستاذ مصدق، أستاذ يعني أخت جوهر مبارك، بعد التوضيح حول هذه الملابسات ونرجع لإضافة شيء. يلا. مجهول أيضا 3X X X X الشاهد هذا يا سيدة مورط حاليا في قضية في تآمر على أمن الدولة، ماهوش موقوف في حال سرح لكن ممنوع من السفر مثلا، عملية مقايضة بنيئة قامت بها السلطة مع ناس محامين في قضايا تآمر حتى تعطيهم ربما بعض الامتيازات أو تخرجهم من مأزقهم في قضاياهم، في المقابل يقدموا شهادات كاذبة وروايات كاذبة وملفقة من أجل الإطاحة بالناس اللي هم عندهم مشكلة معهم. معناها كي تو الأوراق باش تخرج وإحنا باش نتحملوا مسؤولياتنا، باش نخرجوا كل شيء، لأنه اللي قاعد يصير هو عملية تغليط كبيرة للرأي العام. الرأي العام مش مصدق أنه فرقة مكافحة الإرهاب بطمنها وطميمها، فرقة الأبحاث المالية في الأبحاث المالية المتشعبة بطم طميمها، الجورجاني بوشوشة القطب القضائي للإرهاب القطب المالي القطب القضائي للجرائم المالية، الكلهم جاهزين في جرد زوز شهادات تاع زوز من ناس ملاحقين ومحكوم عليهم في قضايا التأمين على أمن الدولة. شكون ينجم يصدق وأنه هالمؤسسات تاع الدولة الكل، وزيرة العدل متجنة، رئيس الدولة رأسا متجنة في قضية بأساس لراس بدون مؤيدات بدون أي شيء. التهم الموجهة طولها صفحة ونصف، مجلة تاع الإرهاب الجرائم الموجودة في مجلة الإرهاب الكل حطوها على الكل، بداية من الاغتيال مرورا بالذخيرة جمع الذخيرة إلى التخابر إلى التآمر على الأمن الغذائي والبيئي إلى غسيل الأموال إلى محاولة إسقاط المؤسسات الدولة، محاولة مش إسقاط قلب الدولة مؤسسات الدولة، في الأخر تآمر على الأمن الدولة. مرحبا بكم من جديد وبكل ملتحق بنا الآن في المباشر. ضيفانا عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري السيد المدير فهم، والسيد نصر الدين السويلمي الكاتب الصحفي من بون من ألمانيا. وكان قبلهما كانت لنا مكالمة هاتفية الأستاذ بوكر عضو لجنة الدفاع. اسمح لي سلمودي فنرجع مرة أخرى نصر الدين السويلمي، خنحاول نهضم الموجود. التهمة كبيرة كما قالت الأستاذ مصدق، القضايا تقريبا طولها صفحتين، التهم الموجهة فيها حتى الأمن الغذائي، معناتها ربما كان زاد شوي يقولون أنتم راكم لوثوا البحر الأسود حسب ما يحكم منا. فيها كمال طرف مي القصوري خلط الأوراق هذا
وما يخسروا تنسبوا يعني شهادتها يعني مش شهادتها نسمعوا المكالمه المسربه ليها هي نفسها متهمه في جماعه 25 القدم هذاكم وممنوعه من السفر. ما الذي يراد الان؟ تو معارضين يجوا يتحدثوا في العلن عندهم اكثر من 17 شهر تحط لهم محاوله قلب النظام، هم هاو يقولوا مع احنا اسقاط النظام، شنو المشكل؟ الجواب على السؤال بتاعك ايش يكون سؤال بسيط جدا، فقط انتم هذه التفاصيل هذه انتم يلزمكم تقوموا بها، ما فيش نقاش، الاعلام يلزم يقوم بالامر هذا، ولكن وضعها في اخر المطاف وكله قاعد نقوم به المشهد الساحل كله هو تحرط الماء. علاش تحرط الماء؟ لانه هو انت الان الراجل فهمته من منتصف 2020 لليوم انه فهمته ما عادش يهمه في القرائن والادله، ما عادش يهمه تحدد انت جيب اكبر خبراء في العالم باش يخرجوا له الثغرات وباش يخرجوا له الكوارث وباش يخرجوا له الاخطاء باش يخرجوا له الكذب وكذا وكذا، بعد يقول لك براسه يقول لك امشي قدام، ما عادش الاشكال مش هنا، الاشكال في انك انت عندك كارثه امامك كل يوم فكر عنده قوه وراه، عنده قوه سانداته، قوه مؤسسات دوله، القوه الحامله السلاح كلها معاه وماذا؟ وانت كسر راسك. انت اقعد 70,000 سنه تحدث عن الحجج والقرائن وهذه تجي وهذه ما تجيش وهذه ما تجيش، نعم. هو ماضي لانه ما عادش يهمه، هو انسان وجهه تسلخ، ما عادش يهمه انك انت تكشفه وكذا، خلاص كشفته انت في 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 اشياء اخرى اخطر من هكايا واكبر من هكايا. هو ماضي السيد هذا، الساحه لازمها تفيق. انا لازمني نعرج هنا على حاجه، ثم ناس اليوم شوفناها في وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، كيفاش غازي يعمل هكا وكذا، تتهموا غازي بسلاحه، تتهموا عصام الشابي بتاع فيليبيدا، تو هذا كلام هذا منطق؟ اي نعم انتم مسؤولين، كلكم مسؤولين، لانه عندما قبل وقت الجاب قال لكم راهو علي العبيد ولا حماد جبادي ولا حكومه حماد جبادي راهي قتلت شكري بالعيد، الناس في عود باش تضحك انت وتدخل في السيدي بتضحك، انت مشيت معاهم قلت اي نعم راهو كذا وكذا، بعد جوك قالوا لك راهي النهضة قتلت البراهمي باش تزيد تطيح الحكومة نتاع علي العريض نتاعها، معناها تزيد أنت تدخل في هستيريا جن مقوطة ضحك، مشيت معاهم وقبلت أنت وتم واللي ما مشاش واللي ما أيدش يلوك في الحديد يقولوا لي شنو رايك؟ والله ما عنديش قراءة، أنا نذكر عبو يقول لي أنا ما نقدرش نحسم قراءة حتى تجينا الأدلة وكذا وكذا، شفت كيفاش المخاتلة هذه وصلتنا؟ المخاتلة هذه وصلتنا اليوم أنه يجيك انسان كيف هكا، يجي الناس محامين، ناس محترمين، ناس مناضلين، يجوا ناس سياسيين معروفين ما يعرفش ربما عمره ما يعني السلطه يا سي نصر الدين، بمعنى السلطه هذه اشبه ببلدوزر ماشي قدام لا عوده لوراء، مش يحفظ عليك التفاصيل كلام فارغ. يعطيك الصحه، الان فتش كيفاش تبرمزي، كيفاش تفرني الكارثه هذه، الان ما عادش تحكي على حتى، هاو نقول لك حاجه، انت ما سمع ما عندنا عقل يا عبد ربي، انت اليوم السيد هذا تكلم عمل تصريح خرج فيه تخلخل كيما ديما يتخلخل ديما يقول لك يعمل لنا كوارث البر مع قطر مع تركيا مع المغرب مع الاتحاد الاوروبي مع ديما الكوارث نتاعو مع فرنسا ديما الكوارث نتاعو، اليوم جاء عمل كارثه زلق في الكلام ما عرفش يوصل الكلام وهو ديما ما يعرفش لانه امي سياسه امي تصريحات امي ما خطير مسكين الناس اللي وراه هما المجرمين هما الناس يدفعوا هم مجرمين، عمل تصريح ضد الافارقه وقت عمل تصريح ضد الافارقه فاق بلي التصريح غلط وكذا خرج هو وخرج وزير الخارجيه وخرج مسؤولين في الدبلوماسيه نعم الناس كل تتكلم باهي انت على امور على تصريح غلط فيه كيف نجم اي واحد يعتذر يخرج لانه شنو لانه متعلق بالجانب الخارجي والملف اللي متعلق بالامور الداخليه والبلاد تغلي علاش ما خرجش وتكلمت علاش النيابه ما تكلمتش علاش وزيره العدل ما كانتش لها تكلم علاش يعني انت شنو انسان جبان الملف كيتحدث كيظل يكون ملف معني باطراف خارجيه نعم. اذا كان الخارج يضغط يتحدث لهم ويمشي ويبرر ويبتسم لهم ويقول لهم راي لا اما الداخل اذا كان تغلي انت شكونك انت انا امبراطور وانتم كلكم قش كلكم سوى طيب. تخدموا فيا سوى هات سياسة الدين سي مودي